أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الأكارم إلى حلقة جديدة من برنامجكم عن قرب. إذن أطفال اليمن يتعرضون لانتهاكات صارخة منذ أن دخلت ميليشيات الحوثي الإرهابية المدن بقوة السلاح وعملت على استقطاب الأطفال والمنخدعين بفكرها الهادف تمزيق المجتمع اليمني إلى سادة وعبيد خدمة لمشروعها العنصري وتنفيذا للأجندات التي تعمل الميليشيات في إطارها. الأيتام في اليمن أثخنت الميليشيات الكهنوتية في حقهم ودفعت بهم إلى محارق الموت وتعزيز جبهاتها المنهارة بعد أن قسلت أدمغة الكثير منهم واختطفت الأغلبية ودفعت بهم إلى الجبهات قصرا، منهم من قتل ومنهم من وقع في الأسر في جريمة تضاف إلى سجل ميليشيات الحوثي الأسود منذ أن ظهرت في اليمن وتسببت في دمار الدولة ومعاناة الشعب. محور حلقتنا لهذا اليوم هي جريمة تجنيد الأطفال ومعاناة الأيتام الذي نحتفي بهم في أولى جمعة من إبريل من كل عام بيوم اليتيم العربي، في وقت يعيش فيه غالبية أطفال اليمن أيتام منذ أن أشعلت ميليشيات الموت الحوثية الإرهابية الحرب العبثية في اليمن وأفقدتهم المعيل وعطلت عمل المؤسسات التي كانت تقوم بدور المعيل لهم. نتابع التقرير في البداية ثم نعود لكم. في الوقت الذي تحتفي فيه الدول العربية بيوم اليتيم العربي يعيش اليتيم في اليمن أوضاعا مأساوية غاية في التعقيد خلفتها حرب عبثية أشعلتها ميليشيات الحوثي الإرهابية خدمة لأجندات خارجية على حساب اليمن واليمنيين. أوضاع معيشية مزرية يعيشها اليتيم في اليمن تصعب معها مواجهة احتياجات الحياة لفقد السند المعيل وغياب الدولة في ظل سيطرة ميليشيات الكهنوت التي دمرت كل مؤسسات الدولة وحولتها إلى إقطاعيات لأتباعها غير مبالية بما يعانيه المواطن اليمني. تضاعفت أعداد الأيتام في اليمن بشكل لافت حيث وصلت إلى أكثر من 50,000 يتيم وفق آخر الإحصاءات. ميليشيات الكهنوت الإرهابية زجت بالآلاف منهم في حروبها العبثية وجعلت منهم وقودا لإطالة أمد حربها إلى جانب المغرر بهم ممن لا يزالون منخدعين بأوهام هذه الفئة الباغية التي نكثت كل العهود وتسعى جاهدة لإعادة عجلة التاريخ إلى الوراء أملا في عودة عهد الإمامة الرجعي البائد. 90 يتيما تم الإعلان عن مقتلهم في جبهات الحوثي المنهارة وقرابة 30 منهم وقعوا في الأسر بأيدي أبطال القوات الحكومية ورجال المقاومة في جبهات عدة. يتم إعادة تأهيلهم للانخراط في المجتمع من جديد. الميليشيات الكهنوتية لم تكتفي بالتغرير بالأيتام حينما تجرهم إلى محارق الموت، بل وصل الأمر بها إلى اختطاف نحو 1000 يتيم من دور رعاية الأيتام والزج بهم في الخطوط الأمامية لجبهات القتال وجعلهم دروعا بشرية لمقاتليها في جريمة حرب تستوجب المحاسبة والملاحقة في المحاكم الدولية. لمناقشة هذا الموضوع مشاهدينا الأكارم أرحب بضيوفي الأكارم، الأستاذ حسن الشبواني مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في مأرب وأيضا الأستاذ محمد رضا المدير التنفيذي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان ورئيس اتحاد الأطفال في اليمن مصطفى منصر. أبدأ بالأستاذ حسن الشبواني، مرحبا بك. أهلا وسهلا. إذا ميليشيات الحوثي حولت الأطفال في اليمن إلى أيتام بل وحرمت الكثير من الأسر من عائلها سواء في قتلهم في مناطقهم أو أولئك الذي تدفع بهم طبعا إلى الجبهات ومحارق الموت، كيف يمكن حماية أطفال اليمن؟ والله حقيقة كما نعلم الحوثية تستند إليه إلى عنصر الأطفال، وفي هذا الاتجاه توجهت بشكل فج إلى تجنيد الآلاف من الأطفال وبالذات من شريحة الأيتام. بل أتوا إلى كثير من منازل هؤلاء الأيتام وأخذوهم عنوة إلى جبهات القتال، ونحن نشيد بأبناء شعبنا اليمني وأبناء القبائل وأبناء اليمن بشكل عام الذين يقعون تحت
سيطرت هذه الميليشيات لحماية أطفالهم وتوعيتهم بالشكل المطلوب، بحيث أن يحموا هؤلاء الأطفال من أي أعمال تجنيد قد يزجون بها هذه الميليشيات إلى محارق الموت. نعم، إذن أين دور يتجه أبناؤنا وأبناء اليمن إلى التعليم، وأن يتركوا من أن يضعوا جانبا يعني هذه الأعمال القتالية التي تأتي على الحرث والنسل وتدمر مستقبلهم يعني بشكل كبير. إذن على ذكر التعليم، طبعا التعليم من أهم البنود التي يجب على الطفل أن يأخذ حقوقه كاملة فيها. أيضا الحوثيون ركزوا في البداية، لو رجعنا في البداية، ركزوا أيضا على التعليم وقاموا بتعيين أحد قاداتهم في رأس هرم هذه الوزارة. هل ترى أن هذا كان خطط يعني مستقبلية منهم للتركيز والسيطرة على التعليم؟ لا شك أن هذه جماعة إيديولوجية لديها توجهات يعني كبيرة في هذا الجانب، وهم يسعون بما يسعون إليه إلى قفل أدمغة كثير من أبناء اليمن، وبالذات شريحة الأطفال الذين لا زالوا في المراحل الأولى من العمر يتقبلون مثل هذه الأفكار الشاذة. واستغلالا لحاجة هؤلاء الأطفال، واستغلالا أيضا ليتمهم أو حاجتهم المادية، يتم الزج بهم يعني إلى جبهات القتال وإلى محارق الموت. نعم. وحرمانهم من التعليم وحرمانهم من حقوقهم القانونية التي قتلها الشرع والدين والقانون الدولي. فتقوم هذه الجماعات كما تعرفون يعني بتجنيد هؤلاء الأطفال وأخذهم يعني إلى الجبهات، وحرمانهم من التعليم وحرمانهم من كل ممارسة أنشطتهم التي يمارسها كأي طفل في العالم. وهذا في حد ذاته يخلق يعني جيل من أشبه ما يكون بالقنابل الموقوتة التي تنفجر في أي لحظة. نعم. في يعني يصل آثارها في جميع مناحي الحياة وتأثر منها المجتمع اليمني بشكل كبير. نعم. الأستاذ محمد رضا، مرحبا بك. أهلا وسهلا. محمد راضي. محمد راضي، عفوا. إذا الأمم المتحدة وصفت تجنيد الأطفال أو وضعتهم تحت لائحة العار، برأيك هل يكفي التصنيف فقط بدون أي عمل على الأرض؟ الحقيقة في الملف اليمني بيمر بمرحلة صعبة جدا في مجال انتهاكات حقوق الإنسان، وخصوصا فيما يخص الأطفال وخصوصا التعليم. طبعا الوضع على الأرض سيء جدا، لأن طبعا الحروب الدائرة الآن في مختلف ربوع اليمن بيتعرض فيها الأطفال لجميع الانتهاكات، منها تجنيد الأطفال للعمل في الحرب. وطبعا ده بيقضي على أشياء كثيرة جدا في حياة الأطفال دول، خصوصا التعليم. نعم. وكمان اللي بيتم كمان أكثر يعني رصدت المنظمة في الفترة الأخيرة إن في تم تغيير مناهج التعليم كمان في المدارس اليمنية. نعم. ودي أعتقد دي خطورة أكبر، لأن دي بتأثر على تفكير الأطفال وتشكيل سلوكهم في المستقبل، ودي أعتقد قضية خطيرة جدا بتهدد مستقبل هؤلاء الأطفال في مختلف نواحي الحياة. نعم. إذن أين الاتفاقيات هذه المبرمة طبعا بحق الطفولة، أين هي من التنفيذ؟ انت حضرتك انت بتتكلم عن وضع صعب جدا في اليمن، في حرب دائره هناك، بس المنظمه العربيه لحقوق الانسان الحقيقه يعني شاركت او تشابكت في موضوع الملف اليمني من خلال عقد عده ندوات خلال الاشهر القليله الماضيه. نعم. عقدنا اكثر من ندوه تخص اليمن، منها عقدنا ندوه بعنوان دي حاله انسانيه، دي تمت التعاون فيها مع المنتدى الاجتماعي الديمقراطي لحقوق الانسان في اليمن، وديت الحقيقه كانت ندوه مهمه جدا، قدمت 100 نموذج للانتهاكات اللي بتحدث في اليمن، واللي كان منها نماذج للاطفال، واللي بينت او اظهرت الضرر الكبير اللي حدث لهؤلاء الاطفال من فقد احد اعضاء جسمه اذا كانت يد او رجل، او فقد الاب او الام وتاثير ذلك على حياتهم وعلى مستقبلهم. عقدنا كمان ندوه في الشهر الماضي بالتعاون مع مركز تأهيل المعلومات في اليمن تستعد، والحقيقة عملنا حاجة يعني فريدة من نوعها، يعني دايما طبعا في توثيق للانتهاكات اللي بتحدث في اليمن، بس احنا كمان
قدرنا ان احنا نحضر حاله يمنيه عصرت اللي حصل في منطقه الحجور في اليمن في الفتره الماضيه والانتهاكات الجسيمه اللي حدثت هناك، والحقيقه قدرنا نجيبهم اهوت وادلف شهادته قدام الجميع ويعني حكى بالتفصيل الانتهاكات اللي ارتكبها الحوثيين بحق اخواتنا اليمنيين. برضه احنا بنتشابك المنظمه العربيه حقوق الانسان بتتشابك ان احنا لما بنروح بنحضر مجلس حقوق الانسان الدولي في جنيف بنعمل يعني تفاعلات او بعض الندوات لابد ان نخصص منها. اذا استاذ محمد، أنت تحدثت عن التعليم، الآن الأطفال في اليمن يؤخذوا من مدارسهم ويؤخذوا إلى الجبهات، كيف يمكنكم أن تنقلوا مثل هذه الصورة إلى الأمم المتحدة؟ بيتم الإقناع بالفعل، إحنا شاركنا في الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف في شهر مارس الماضي، وقدمنا يعني ما يحدث من الانتهاكات بحق الأطفال ليس فقط في التعليم ولكن تجنيد الأطفال في الحرب وما يتعرض له الأطفال، حتى في زراعة الألغام يتعرض الأطفال كثير من الأطفال اليمنيين إلى بتر أعضائهم نتيجة زرع كمية ألغام كبيرة بيتم زراعها من خلال الحوثيين، وكل هذه الأشياء أثرت بشكل كبير على الطفل اليمني. نعم، سأشرك مصطفى منصر رئيس اتحاد الأطفال في اليمن، مرحبا بك مصطفى. مصطفى هل تسمعني؟ إذا أعود إلى الأستاذ حسن الشبواني. أستاذ حسن. نعم 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 نعم. المدارس كما تحدثنا هي الأرض الخصبة يعني الذي يمكن استهداف الأطفال فيها، كيف يمكن حماية الأطفال يعني في المدارس؟ الحقيقة هو أولا يجب أن يلتحق الأطفال بالتعليم النظامي الذي يخرج من سيطرة هؤلاء الميليشيات، الحقيقة هم يستغلون حتى التعليم، حتى المدارس التي يتوافد إليها الطلاب للتعلم يجندون هؤلاء الأطفال ويوجهونهم إلى جبهات القتال، والمشكلة الكبيرة أيضا أن معظم الأهالي لا تعلم أن أولادهم في جبهات القتال، حقيقة يعني هناك كثير من الأهالي لا يعرفون أن أبنائهم يزجبهم إلى جبهات القتال. فلا أيضا لا يوجد رادع للحوثي من قبل المنظمات الدولية والأمم المتحدة للأسف الشديد، بل هناك يعني صمت مخيف تجاه هذا الملف، هناك يعني انتهاكات جسيمة للأطفال وتوجيه وتجنيد مخيف للأطفال من قبل هذه الميليشيات وحرمانهم من التعليم، بل وإخفاءهم قسريا عن أهلهم، لا أهاليهم لا يعرفون عنهم شيء. وجدنا على سبيل المثال في محافظة مأرب هنا في بعض مراكز التأهيل وبعض البرامج التي ينفذها مكتب الشؤون الاجتماعي والعمل والسلطه المحليه، هناك اطفال يعني اتوا من طرف هؤلاء الميليشيات، تم يعني تجنيدهم وتم يعني تدريبهم على زراعه الالغام، على زراعه الالغام، كيف يزرع الالغام، كيف يزرع المتفجرات، يعني يحولون هذا الطفل الى مجرم منذ الصغر. نعم، وهنا يعني وكيف تم التعامل معهم استاذ؟ كيف تم التعامل معهم؟ هؤلاء الأطفال بقدر استطاعتنا وبالتعاون مع بعض منظمات الأمم المتحدة اليونيسف لدينا برامج تسمى المساحات الصديقة الآمنة للأطفال، يتم إدماج هؤلاء الأطفال في هذه البرامج بحيث أنهم يتم إعادة تأهيلهم نفسيا وتلقون تدريبات نفسية وأيضا تأهيل مجتمعي، ومن ثم يتم إعادة إدماجهم إلى مجتمعهم من جديد وإعادتهم إلى التعليم النظامي. كما أن هناك بعض المراكز على تقوم بتأهيل الجانب النفسي والاجتماعي وإعادة الإدماج استمر لعدة أشهر، وقد نجحنا في هذا الجانب بفضل الله عز وجل. نعم. من خلال الأطفال الذين تم أسرهم يعني أو تم أسرهم من قبل القوات الشرعية واتضح أنهم أطفال، تم تسليمهم من قبل الجيش اليمني إلى المكاتب المعنية بالمحافظة وبالتعاون مع اليونيسف، وتم إعداد برامج لتأهيل هؤلاء الأطفال وإعادة إدماجهم ومن ثم تسليمهم إلى أهاليهم مرة أخرى. نحن نناشد الأهالي بأن يكونون يعني على عند مستوى المسؤولية الحفاظ على أبنائهم ومتابعتهم ومراقبتهم بحيث لا يكونون يعني عرضة لهذه الانتهاكات التي
نحن نعرف أن هذه الميليشيات الحوثية لا يرجع على شرع ولا قانون. نعم. وهم يقومون باكتزاز هؤلاء يعني ومن الممكن أخذ الأطفال بالقوة أيضا، يأخذونهم عنوة يعني وبالتهديد يعني بشكل مباشر. نعم. الأستاذ محمد، الاعتداءات طبعا الجسدية والجنسية على الأطفال، من سيقوم بمحاسبة مرتكبي مثل هذه الانتهاكات؟ أنا عايز أقول لك إن شيء مهم جدا موضوع توثيق هذه الانتهاكات. هذه الانتهاكات كل ما يتم توثيقها وتقديمها للمحافل الدولية في كل مكان عن طريق المنظمات اليمنية وعن طريق المنظمات الدولية والإقليمية، ده في حد ذاته شيء مهم جدا، لأن هذه الانتهاكات لا تسقط بالتقادم مهما طال الوقت. فشيء مهم جدا أن يتم توثيق هذه الانتهاكات لكي يتم محاسبة من قاموا بهذه الانتهاكات بعد الانتهاء من هذه المشكلة وحل المشكلة اليمنية. نعم. مصطفى. نعم. مرحبا بك. يعني من خلال معايشتك، اهلا وسهلا سعد الله مساءكم. مساءك اسعد مصطفى. من خلال معايشتك طبعا للوضع في اليمن ووضع الاطفال بالذات في اليمن، صف لنا اهم الانتهاكات. طبعا يسعدني ان اكون معكم وشكرا لكم على الاستضافه. لا يخفى على احد وضع الطفوله في اليمن الذي تعاني طبعا من زمان، وليس من فتره الحرب فقط ولكن مع فتره الحرب تكاثرت معاناة أطفال اليمن والانتهاكات تحرقهم، تجنيد، العمالة الأطفال، اختطاف، التعذيب الوحشي، الاغتصابات بشكل عام. يعني الانتهاكات حق الأطفال غير محدودة ولا نستطيع أن نحصيها، وبالأصح نستطيع أن نقول أنه الطفولة في اليمن تعيش مأساة كبيرة جدا، والطفولة توعد في اليمن بشكل كان وبشكل كبير جدا. يعني ونحن أمام أرقام وانتهاكات هائلة جدا. أنا سمعت الحديث عن الأيتام وعن من خلال ضيوفك الكرام بالنصف كان مش واضح تخص، لكن في الحقيقة أنه في اليمن حتى دور الأيتام ودور المعاندين وهذا الدور التي يجب أن تكون لرعاية الأطفال والاهتمام بهم وإرشادهم للسلوك الصحيح، وأيضا عندك دار ما يسمى تأهيل الأطفال الذي عليهم الأحداث، يعني هذه الدور يجب أن تكون لها اهتمام كبير جدا من قبل العاملين عليها. لكن للأسف أنه يعني الحوثيين ما تركوش المجال للناس تشتغل. نعم. ويمارسوا فعلا مصطفى وبما يخص يعني مثلا دار الأيتام، مثلا أنا مطلع على الغلط هذا سنة تقريبا أو أكثر من سنتين، أعتقد الآن رئيس الدار أو المدير مركز الدار معين من قبل الجماعة، وأنا كان عندي أخبار مؤكدة 100% أنه هناك يعني دورات خاصة بالجماعة يعني درسوها. نعم. في دار الأيتام تقصد؟ لأبناء الدار أو للأطفال الساكنين في الدار. نعم. الأستاذ محمد أشار إلى شيء مهم وهو توثيق لمثل هذه الانتهاكات. هل لديكم توثيق لمثل انتهاكات الحوثي في حقوق الأطفال؟ طبعا في توثيق لكل الانتهاكات المتعلقة بالطفولة. نعم. وخاصة انتهاكات الحوثيين وقبائلهم للأطفال. طبعا الحوثيين مصنفين، يعني مصنفين تقريبا من الجماعات العالمية أو الدولية اللي يعني جنودها من الأطفال أو من مهامها ممارسة تجنيد الأطفال. يعني في توثيق، ولكن هذا التوثيق طبعا للأمانة يحتاج إلى جهات تتبنى هذا التوثيق، والرصد يكون في آلية رصد أكثر يعني أوضح، لأنه هذا التوثيق أو هذا الرصد هو بجهد فردية وذاتية، يجب أن يكون هناك جهود جماعية. نعم. وإقليمية، ويكون هناك دعم كبير لهذا الشهر، وأنا أطلق كبير جميل الدعوة لأنه يكون هناك مبادرة بالأصح تكون عالمية أو دولية أو حتى عربية لمكافحة تجنيد الأطفال وتجريمها. ونستدر اليمن يعني، وأنا جدد هذه الدعوة وأدعو يعني كل الدول العربية للتفاعل معها ودول الإقليم والمنظمات الدولية والأمم المتحدة كذلك. نعم. مصطفى دعني أذهب إلى الأستاذ حسن. نعم. أستاذ حسن، أين الحكومة والمؤسسات المعنية
مما يجري من حق في حق الطفولة في اليمن؟ والله الحقيقة هناك أدوار يعني تقوم بها الحكومة لكنها لا زالت دون المستوى. هناك حقيقة يعني الخدمات التي يجب أن تقدم عبر الحكومة، عبر الدور، دور الأحداث ودور الأيتام وكل ما يعنى بالطفولة، لا زالت يعني متعثرة على الأقل في هذه المرحلة. ونحن نطلب من الحكومة الشرعية ومن الداعمين الاهتمام بهذه الدور على أن تقوم، من أجل أن تقوم بدورها المطلوب. وكما نطالب المنظمات الحقوقية التي تدعم الحكومة الشرعية بأن ترفع الصوت عاليا حول الانتهاكات التي تقوم بها الميليشيات الحوثي تجاه الطفل اليمني. هناك انتهاكات جسيمة ربما لم تحدث في أي دولة من دول العالم تجاه الطفولة. آلاف من المجندين الذين يأخذوا عنوة من المدارس ومن دور الأيتام ويتم تعبئتهم فكريا وإيديولوجيا يعني من أجل خدمة أجندة هذه الجماعة المتمردة. ونحن هنا يعني في الحكومة الشرعية نشد على أيديها ونطلب منها أن تقوم بدورها على الوجه المطلوب، وأن تطالب المنظمات الأممية وكل أصحاب الشأن في هذا الاتجاه من أجل تفعيل القوانين الناظمة لمكافحة تجنيد الأطفال وانتهاكات الطفولة. نعم، أنت كما ذكرت أستاذ حسن، نعم أنه وأن لا تترك هذه الاتفاقيات وهذه القوانين حبر على ورق وأن لا تفعل على أرض الواقع. نعم، على ذكرك أصدر قرار طبعا قبل عامين يقضي بتجريم ومنع تجنيد الأطفال دون سن 18 في الجيش، يعني هل تم تطبيق هذا في الجيش اليمني أو من الجانب الحكومي؟ نعم، ونحن الآن في إطار التنفيذ هذه الاتفاقية التي بدأنا للتو في العام 2019، أنها وقعت في عام 2018 وتم تفعيلها على أرض الواقع. نعم. في المحافظات المحررة من قبل الحكومة اليمنية. على سبيل المثال هناك تم إنشاء مراكز لاستقبال هؤلاء الأطفال المجندين وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع. نعم. في عديد من المحافظات، وهناك برامج تنفذ برعاية حكومية وبشراكة مع منظمة اليونيسف حماية الطفولة، ويعني والأمور تمشي بالاتجاه الصحيح في هذا الجانب حقيقة. يعني هناك خطوات ملموسة في هذا الاتجاه، وقد تم اجتماعنا أكثر من مرة من أجل تفعيل اتفاقية منع التجنيد التي وقعتها الحكومة اليمنية. نعم. مع منظمة الأمم المتحدة في هذا الشأن. وهناك بعض التقارير لا أدري ما صحتها تقول بأن الجيش يحمل الكثير من الأطفال دون سن 18، ما صحت هذا الخبر؟ لا يوجد هناك أطفال، نحن لا نجزم البتة بعدم وجود أطفال هناك. نعم. لكن هناك تفاعل حقيقة من قيادة الجيش الوطني تسريح كل من ثبت أنه طفل دون السن القانونية. نعم. حقيقة يعني هناك في بداية تكوين الجيش الوطني قد ربما حصلت بعض الأخطاء، لكنني أؤكد لك الآن أنه لا يوجد أطفال يعني بشكل كبير، وأن وجوده يعني فقط من أجل لقمة العيش يعني راتب، وأنه لكنه مسرح على أرض، يعني لا يمارس أي أعمال قتالية أو أعمال لوجستية لدعم الجيش، وإنما مفرق يعني في منزله من أجل أن يعني يعول أسرته التي يعني فقدت معيلها في الحرب، وهذه الأعداد بسيطة جدا لا تكاد تذكر حقيقة. نعم، الأستاذ محمد، كما سمعت بأن هناك تجنيد للأطفال دون سن 18، ما هي العقوبات المترتبة على مثل هذه الانتهاكات؟ احنا بس دايما عايزين نتفق في الأول، يعني مش عايزين نقول ايه، ذكر التقارير ان في أطفال، لابد من توثيق كامل لمثل هذه الأشياء. يعني ممكن مش معقول أي منظمة تطلع أو أي فرد يقول لك إن في مثلا تجنيد أطفال تحت سن 18، يعني لابد من توثيق مثل هذه بالاسم بالمنطقة بالمكان. نعم. ده شيء مهم جدا عشان خاطر تقدر. هناك كثير من المنظمات وثقت هذا يا أستاذ. ده شيء مهم جدا، يعني لأن أنا بقول لك إن الانتهاكات ديت تقدر تحاسب هذه من قامت بمثل هذه الانتهاكات حتى لو طال الزمن. الأشياء دي لا تسقط التقادم، وفي بعض الانتهاكات والجرائم بيتم تصنيفها بجرائم ضد الإنسانية، هذه أيضا لا تسقط بالجرائم بالتقادم. ودينا شوفنا مثلا زي مثلا اللي حصل في الصرب ومحاكمة الكروات، وبعد مضي عشرات السنوات يتم محاكمتهم حتى الآن. يعني فأنا قصدي إن معظم هذه الانتهاكات إذا تم توثيقها توثيق جيد واضح لا تسقط التقادم، ويمكن محاسبة من قوم مثل هذه الانتهاكات مهما طال الزمن. مصطفى،
نعم صحيح. هل هناك مراكز تدريب للأطفال الذي يتم تجنيدهم عند ميليشيات الحوثي قبل ذهابهم للجبهات أم يتم زجهم بدون أي تدريب؟ طبعا أنا زرت محافظة يعني مراكز في محافظة مأرب لتأهيل الأطفال المجندين، وهناك تأهيل راقي جدا لهؤلاء الأطفال. نعم. واهتمام كبير جدا من قبل من؟ أيضا الحكومة، أنا يعني قبل شهر شفت تابعت أنه اليونيسف وقعت مع وزارة حقوق الإنسان خطة شاملة. نعم. لإعادة تأهيل الأطفال المجندين أيضا، والسعي أول حد من إنهاء عملية التجنيد في اليمن، أو بالأصح مع الجانب الرسمي أو مع الجانب الحكومي المتمثل مثلا في الشرعية. نعم، هذا لإعادة التأهيل يا مصطفى. الأمر مهم ولو قد يكون خارج إطار السياق. هناك خطة شاملة لمكافحة تجنيد الأطفال، توجت أعمال الاجتماع المجلس الاقتصادي التابع للقمة العربية في الذي انعقد في تونس، وتم توجيه المجلس الاقتصادي بإعداد خطة شاملة لإنهاء تجنيد الأطفال في يعني ممكن مش فقط في اليمن، ممكن في المنطقة كاملة، والحد من التوعية والإشراك الأطفال مع الجماعات الإرهابية بشكل عام. يعني إضافة إنه هناك تواصلات كبيرة إحنا نبذلها مع الجميع ومع كل المنظمات ومع كل السفراء ومع كل الشخصيات الاجتماعية حول هذا المواضيع، ونبعث رسائل نبعث إيميلات كثيرة جدا حول هذا المواضيع واللقاءات، وإن شاء الله إنه يكون لليمن. نعم يا مصطفى، يعني مصطفى يعني الحكومة اليمنية أو الحكومة الشرعية يكون لها دور إيجابي في هذا الأمر. يعني نعم، هل لديكم يا مصطفى برامج توعوية للأهل الذي يجب مع الطفل اليمني أو الإنسان اليمني بشكل عام؟ نعم يا مصطفى، يعني قبل يومين أو بالأمس الأصح كان هو اليوم الدولي لمكافحة الألغام، واليمن تعرضت يعني اعتقد منذ الحرب العالميه الثانيه او الاولى واحنا نتصدر قائمه الدول في زراعه الالغام. يعني يا مصطفى هل تسمعني؟ أطفال. نعم، سؤالي الاخير لك، هل لديكم برامج توعويه للاهل والاطفال؟ وخاصه ان الالغام اللي يزرعوها الحوثي، انا زرت مركز زراعه الالغام في مارب الذي يعني يقوم بزراعة الأطراف الصناعية بدعم مركز المال، وهناك جهود ممتازة وجبارة. يعني إذن أشكرك مصطفى منصر رئيس اتحاد أطفال اليمن، شكرا جزيلا لك. أعود إلى الأستاذ حسن الشبواني. أستاذ حسن، يعني محاولة التغيير والإضافات في المنهج الدراسي في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي، ماذا يعني هذا؟ هذا يعني الشيء الكثير حقيقة. عندما يتم تدخيخ عقول هؤلاء الأطفال، ملايين الأطفال، عبر بواسطة هذه المناهج المنحرفة، هذا يشكل لنا جيل من المنحرفين، يعني سلوكيا منحرفين تربويا. نعم. بما يقدم أجهزة هذه الـ هذه الـ هذه الـ هذه الـ الجماعة المنحرفة، فهذا الشيء خطير جدا على مستقبل أطفالنا وأبنائنا. يجب أن تتدخل الأمم المتحدة، تتدخل أبناء شعبنا اليمني أولا. نعم. الحد من وإنقاذ أبنائهم من هذا من هذا من هذا هذا التدخل السافر من هذه الجماعة الذي يغير العقول ويغير الأفكار ويغير المفاهيم. التربية والتنشئة على مثل هذه الأفكار المنحرفة يعد قنبلة موقوتة تنفجر في أي لحظة في وجه شعبنا اليمني حقيقة. إذن الأستاذ حسن الشبواني مدير الشؤون الاجتماعية والعمل، شكرا جزيلا لك. أرحب الآن بمحمد قشمر، محامي وناشط حقوقي، مرحبا بك. مرحبا بكم ومشاهديكم الكرام. إذن كما سمعت من ضيوفي الأكارم، العديد من الانتهاكات التي تقوم بها ميليشيات الحوثية الإرهابية بحق الطفولة، كيف يمكن ملاحقة الميليشيات الكهنوتية بشأن هذه الجرائم؟ الحقيقة أن الجرائم التي ترتكبها الميليشيا الحوثية خصوصا الأطفال، يعني وانتهاكها لكل المواثيق والأعراف المحلية والإقليمية والدولية، والتي هي واضحة حقيقة وضوح الشمس في عز النهار، يعني أصبحت وتشكل أرق على الباحثين للحقوق أكثر من يعني حقوق الطفل. يعني صنعا نتحدث
الآن ما كنا نتحدث عنه أنا وكثير من الناشطين والحقوقيين والقضاة والمحامين كيف يمكن أن نقدم هذه المسألة إلى القضاء الوطني من أجل محاولة أولا قبل كل شيء تقديم حصر مجموعة من الحالات التي يعني يتم تكميل الأطفال الاعتداء على الأطفال وارتكاب جرائم في حقهم. يعني الآن عندما نتحدث مثلا عن اليتيم وعن الاعتداء على اليتيم الذي أمر الله عز وجل أن يكون له المجتمع عون، ولهذا السبب قرب اليتيم الله سبحانه وتعالى يعني في الجنة في أماكن عظيمة. نعم. يأتي هذا الميليشيا الكهنوتية الطائفية التي تدعي انتساب إلى الإسلام تجعل من اليتيم هذا وقود في الحرب، يعني كارثة مؤلمة مخيفة مفزعة للأسف الشديد. إذن كما ذكرت قررت نعم. إليها المنظمة الدولية التي تسعى أو تتحدث عن حقوق الطفل اليمن الآن تجنيد الأطفال الأيتام الذين لا يجدوا لهم يعني سند حقيقي ولا ما يمكن أن يكون سندهم غير القضاء اليمني الآن بشكل أول ومبدئي، ومع أني أقول بأن القضاء اليمني لا يمكن أن يقدم حلول حقيقية نعم ضد الحوثي في هذا المجال، لكنها تعتبر خطوة أولى في الاتجاه الصحيح. لماذا؟ لأن المحاكم الوطنية هي الأولى بالنظر في مثل هذه القضايا، وفي حال يعني تعذر تقديم هذه الدعاوى في القضاء اليمني فإن المرحلة الأخرى القضاء اليمني مسيطر عليه. أستاذ محمد مما أتحدث عنها أن هناك يعني دول أوروبية يمكن أن تقبل في قضائها الوطني قضايا مثل هذا النوع، يجب أن نقدم إليها، يجب أن نسعى إلى الحفاظ والدفاع عنها والأطفال عموما عن الأيتام بشكل خاص. يعني بالنهاية هم يحتاجون إلينا، يعني يحتاجون الى تكاتف كل الجهود من اجل الوصول بقضاياهم الى اعلى المستويات على مستوى العالم مش على مستوى المحلي فقط. نعم، انت كما ذكرت ايضا ان الله اشار يعني بحقوق الطفل او اليتيم وقال فاما اليتيم فلا تقهر، ما بالك الان بالقتل والتدمير. وايضا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ايضا اوصى بحق اليتيم، وهؤلاء يدعون بأنهم على المسيرة القرآنية، أين هم من هذه الأخلاق؟ يعني يكون باحثا، مش شرط يكون باحث، المتطلع أو المطلع على وضع الحوثيين يدرك يقين أنهم بعيدين كل البعد عن القرآن الكريم وعن منهج رسول الله الذي يدعون أنهم ينتسبون إليه. يعني في قبل يوم كنا نتحدث عن موضوع عدد رسل المعراج، يعني إذا كان مع رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أرسله الله رحمة للعالمين، هذا يدعي بأنه ينتسب إلى الرحمة وهو أصلا يعني وجد من أجل العذاب، وجد من أجل القتل، شعاره الموت، شعاره التدمير. لا يمكن لهذه الطائفة، لهذه الشريعة من الناس أن تكون زي ما كنت في البناء، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نتحدث أو أن نطلبهم حتى عذر بسيط، أنهم لم يكونوا باسم البشرية، يعني وجودوا أصلا من أجل القتل، يعني متعطشين للدماء شديد دموني. اليمن الآن تمر بالسنة الرابعة وهم يرون أن اليمن تغوص ثم تغوص ثم تغوص في بحر من الظلمات من المعارض الإنسانية، وهم السبب شلة بسيطة تعيش على أنقاض شعب للأسف الشديد. من هم الأيتام الآن اللي نتحدث عنهم؟ يعني وصل بهم الدناءة والوضاء إلى أنهم حتى دور الأيتام، يعني أنت تتكلم عن أكثر من 200 يتيم في دار الأيتام في صنعاء، أكثر من 90 يتيم قتل أو حسب الإحصائية الأخيرة أكثر، يعني أشياء مبهرة، أرقام مخيفة. الكارثة الآن عندما نتحدث عنها، وأنا أقول أن هناك أيضا ما يمكن أن نسميه بالدورة الثقافية التي تساهم في غسل عدد من هؤلاء الأيتام الذين يمكن أن يكونوا غدا أداة أيضا قتل، أداة تهجير، لأنه بالنهاية يقول لك أنا ما فيش عندي أحد، ما فيش معي أهل، فأصبح يحاولوا يصورهم أنهم إيش، هؤلاء هم الحضن الدافع لهم، هم حقيقة هم النار، هم السعير الذي تحرق اليمن أرضا وإنسانا. يجب على المجتمع اليمني الآن في الداخل، يجب على كل المهتمين بشأن الطفل على المستوى اليمني، على المستوى اليمني، أن يدركوا خطورة هذا الوضع، أن يدركوا هناك أطفال يعني أثر شديد بجراء إبادتهم جماعيا في مواجهات مسلحة، أصلا هم يعلمون أنهم سيفصلون، هناك أطفال ممن رحمهم الله أن جعلهم جاءتهم بقلبة الجيش الوطني وهم يتم إعادة تأهيلهم ويتم إعادة، هناك دهوز يجب أن تبدأ نعم من محمد إلى الأطفال لهذا الشديد وعرض الرمية الصح لها، يعني يمكن أن تصويرها.
نعم، دعني أشرك في الحوار عرفات حمران رئيس منظمة رصد للحقوق والحريات. مرحبا بك. مرحبا بك وبالإخوة المشاهدين. نعم أستاذ عرفات، نحن أمام عقليات مخيفة طبعا للأطفال بعد غسل أدمغتهم بالشعارات والأغاني والكلمات. إذن أين دور المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني؟ طبعا بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني فهي مهمتها أمرين. الأمر الأول هو رصد هذه الانتهاكات وتوثيقها وتقديمها أمام المحاكم واللجان المحلية وأيضا أمام المحاكم الدولية. الأمر الثاني هي حفظ حقوق الضحايا من أجل جبر الضرر مستقبلا والتعويض المادي والمعنوي ليس أكثر. هذه هي مهام منظمات المجتمع الدولي، لكن مهام الجهات الرسمية هي. طيب هل نفذت مهامها أستاذ عرفات؟ نعم. هل نفذت المهام التي أنت ذكرتها المنظمات في اليمن يعني في المناطق المسيطرة عليها؟ كل الانتهاكات التي تم رصدها على مستوى المحافظات تنشر بتقارير رسمية وتسلم في مجالس حقوق الإنسان في جنيف كل 3 أشهر. هناك شبكات حقوقية تعمل من أجل هذا، وهناك راصدين موجودين في أكثر من 20 محافظة. هناك التحالف اليمني لانتهاكات حقوق الإنسان أصدر أكثر من تقرير حول حقوق الإنسان بشكل عام وحول حقوق الأطفال أيضا بشكل خاص. الأطفال في اليمن يشكلون 56% من عدد السكان، وهم أكثر عرضة وأكثر ضحايا هذه الحرب. وكثير من الأسرى الذين تم أسرهم في عدن بداية 2015 وفي بعض المناطق قالوا أنهم كانوا أخذوهم من دار الأيتام في سرعاء، وأيضا دار الأيتام في الخليلة تعرض لنفس القصة أنهم أخذوهم إلى التجريد، وفي أيضا دور كثيرة في بعض المحافظات. وهناك ما يقارب من 20,000 طفل أيضا تعرض آبائهم للقتل، وبذلك أصبحوا أيتام في هذا اليوم. وهناك ما يقارب من 3,700 ما زالوا مختطفين لدى الحوثيين، ولم يعني أطفالهم لم يروهم منذ أكثر من 4 سنوات. هناك أكثر من 4,500,000 طفل خارج المدرسة ولا يتلقون حياة آمنة في اليمن. وإذا استمر الوضع كما هو عليه فإن الطفولة معرضة أيضا لكثير من الانتهاكات. نعم أستاذ عرفات، نعم المستقبل أمام الأطفال كله ملغوم بأفكار حوثية شيعية تدعو إلى الانقسام بين الجيل الواحد. نعم، هناك أطفال يذهبون للمعارك يعني بقناعاتهم التامة، كيف يمكن إقناع مثل هذا هؤلاء الأطفال للعزوف عن مثل هذه التصرفات أو لتعديل عقلياتهم وقناعاتهم؟ أولا من خلال الرصد والتوثيق لا يوجد أطفال ذهبوا تلقائيا. أكثر عامل ذهب بالأطفال هو عامل الاقتصادي وعامل الجوع. الحوثيين أخذوا الناس من بطونهم، الحاجة هي التي دعت الأطفال يذهبون من أجل الرقم عسكري ومن أجل مرتب أو من أجل أن يظل في النقطة يحصل على قوت يومه. أقنعوا آباء كثيرين أنهم سيحصلوا على مرتبات ويحصلوا على كثير من الامتيازات، ولم يقولوا لأحد أنه سيذهب إلى المعركة مباشرة. لا، كثير من الأطفال عندما عادوا جثث هامدة لم يكونوا أسرهم يعرفون أنهم في الخطوط الأمامية، كانوا يعرفون أنهم في معسكرات بعيدة يتلقوا تدريب من أجل أن يحصلوا على أرقام عسكرية ومرتبات. العامل الاقتصادي هو عامل أكثر عامل أثر على الأطفال. وأيضا الأمر الثاني الوعي، كثير من الأطفال الذين ذهبوا في كثير من المحافظات لم يتلقوا تعليم ولم يكن هناك يعني معركة وعي في هذه المناطق. أيضا أستاذ عرفات، نعم هو كان سبب كبير. نعم أستاذ عرفات، ممكن يعني يعتقد أنه سيذهب إلى المعارك الخطوط الأمامية. لماذا الحوثي ركزوا على الأطفال بالدرجة الأولى؟ نعم أيضا أحد الأطفال أستاذ عرفات، أحد الأطفال وبنستاهل أنك نعم هل تسمعني أستاذ عرفات؟ يعني تحدث أحد الأطفال بأنه قاتل باستماته، إلا أن الحوثيين أيضا قالوا له بأن الطرف الآخر القوات الحكومية أو أي طرف آخر هم دواعش. يعني كيف يمكننا أن نقنع مثل هذا الطفل بأن هؤلاء
يعني قوات حكومية لا تريد إلا مصلحتهم. يظل السبب الأول هو الإعلام، مع يعني حسب ما فهمت منك دور الإعلام ضعيف في رسالة في إيصال رسائل إيجابية للأطفال. الأمر الآخر، هناك اتفاقيات لحماية الطفل بعيد عن النزاعات وتحمي هذه الأطفال، ونحن موقعون في اليمن كطرف فيها، ولكن الميليشيا الحوثية أيضا تنصلت على جميع الاتفاقات، وأيضا المنظمات الأممية أيضا لا تدين هذه الأعمال. عندما يكون 20,000 طفل في التجنيد والمنظمات تتعامل بينهم مع هذه الميليشيات، فهذا أمر سيساعد الميليشيات على الكثير من هذه الانتهاكات. الأطفال يجب أن يفهموا وأن تصل لهم رسالة أن الميليشيات الحوثية هذه الميليشيات انقلبت على الدولة وخارج نطاق القانون، وأن الدولة هي الجيش الوطني، ولا يوجد هناك لا أمريكان ولا إسرائيل ولم يقتلوا. إذن سؤالي وأيضا يجب أن هناك حركة وعي. نعم أستاذ عرفات، نحن في مركز، نعم نحن في مركز تأهيل الأسرى الأطفال في عدن وفي مارب وفي تعز. سؤالي الآن أستاذ عرفات، ونحن نوحي أكثر من 2000 طفل حول كانوا أسرى من أجل أن لا يعودوا إلى المعارك، لكن كانت المشكلة عند آبائهم، فاضطررنا أيضا إلى أن نقوم بإخبار الآباء ونوحيهم ونعيد تأهيلهم من أجل عدم زج أبنائهم. نعم أستاذ محمد قشمر، نعم دعني أشرك الأستاذ محمد. نعم أستاذ محمد، كيف يصبح مستقبل اليمن في ظل عقليات يعني مغسول دماغها بمثل هذه الأفكار؟ نحن تحدثنا كثيرا بأنه لا يمكن أن يتم وفاق أو وئام أو سلام في اليمن في ظل الفكر القائم، ولهذا السبب تجد أن الجميع أو الذي يحمل فكر ثقافة دولية إنسانية ويبحث عن سلام يستغرب كثيرا من يعني جهود الأمم المتحدة ومحاولة يعني تثبيت الحوثيين كأنهم شركاء سلام، وهذه حقيقة لا يمكن أن تتم. يعني الآن المستقبل اليمني كما نقول حاليا مفخخ بالأفكار التي تجرى عن طريق الندوات الثقافية والدروس الثقافية التي أصلا وجدت من أجل إيجاد أتباع يعني يقتلون بشكل مباشر بناء على أوامر دون مراجعة أو دون أي يعني مراعاة لأي قيم. يعني أنت تتكلم عن المنظمات أو عن الحركات الإرهابية التي تتلبس بلباس الدين، ستجد أنها تستخدم نفس المواضيع نفس الطرق نفس الوسائل من أجل تحقيق أهدافها. هناك منظمات يعني تصنيفها على السن الإرهابية وقاعدة داعش دول الإسلامية، كل هذه الأشياء هي نفس الأفكار التي الآن تمارس بشكل أقوى. عملية زراعة الأفكار في عقول الناس من أجل أن تبقى يعني الشعلة ملتهبة إلى أكبر قدر ممكن، وفي نفس الوقت إذا خرجت لفترة يمكن أن يعيدوها في أي فترة أخرى بمجرد ضعف الدولة في أي مكان سواء في اليمن أو غير اليمن. نعم. الحادث الآن أن هناك دول كثيرة تدهورت وتدمرت بسبب هذا الفكر. يعني لا يمكن أن نقول العراق مننا ببعيد، ما حصل لها بسبب الفكر الطائفي أنها وصلت إلى مرحلة متردية من الحياة الاجتماعية والصحية والثقافية والمعيشية، كل هذا بسبب الفكر الطائفي السيء الذي يتم غرسه بعقول الناس. أنا عندما أتحدث عن مثلا طبقة من فوق 40 هذا موضوع ممكن نتفاهمه نسبي سبحان الله العبر، لكن لما تدرس هذه الأفكار بعقول الأطفال والجيل الناجح هنا تكمن المشكلة الحقيقية، لأنه لا يمكن بعدها أن يتم يعني بناءهم أو يعني اليمن تتبدل الجهود الكبير. نعم يعني مزيدت طبعا فقط الجهود المخلصة من أجل تنظيف هذه العقود التي زرعت فيها. شكرا 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 جزيلا لك محمد قشمر، محامي وناشط حقوقي. أيضا أشكر رئيس اتحاد الأطفال في اليمن مصطفى منصر، وأيضا أستاذ محمد راضي المدير التنفيذي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، وحسن الشبواني مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في مارب، وعرفات حمران رئيس منظمة رصد للحقوق والحريات. والشكر موصول إليكم مشاهدينا الأكارم، إلى اللقاء.